مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الرز باللحمة والحمص. عنا لحمة سلقتن اكيد، كوب ونص مرق اللحمة، كوب رز غسلتن وصفيتن، نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملح، بصل مشوي، البصل المشوي بيعطي نكهة كتير طيبة لهيدي الاكلة، وحمص. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط شوية زيت، بحط اللحمة كمان. بسم الله. البصل، بوزع البصلات، بحط الرز، كمان مرقة اللحمة، الملح، البهارات والحمص. بحركن شوي. هلا بحطهم على الغاز، بس صار في مي هالقد خفيف بالرز. هلا بخفف الغاز على الاخير وبغطي الطنجره وبتركهم حوالي 7 دقائق ليستوي الرز. هيدا الرز بعد ما استوى، هلا بطفي الغاز وبحطهم بوعاء. هالوجبة اللي عملتها انا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.